هذا الفيديو سأشرح لك أقوى طريقة لتحقيق أكثر من 250 دولار فقط من بيع صور الذكاء الاصطناعي. أيضا أنت لن تحتاج أي خبرة لإنشاء الصور أو لن تحتاج لكاميرا لتصوير شيء ما وتحقق الأرباح فقط بالذكاء الاصطناعي. هذه الأرباح التي ستحققها أكثر من 250 دولار من 12 صورة، تابعنا في هذا الشرح الحصري. السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا متابعي قناة الأرباح في طريقة جديدة للربح من الأنترنت. درس اليوم إخواني من أقوى دروس الربح من الأنترنت فقط باستخدام صور الذكاء الاصطناعي. أيضا يمكنك الربح من هاتفك، فقط تستخدم هاتفك وتحقق الأرباح في وقت فراغك بدون أي تعب. الطريقة للمبتدئين والمحترفين لمضاعفة رأس مالك أو جمع رأس المال، وبالتالي ستبدأ في تحقيق أرباح. هذه القناة الخاصة بنا إخواني قناة الأرباح، فيها فيديوهات ودروس وكورسات لتحقيق أرباح من الأنترنت، يعني العمل من الأنترنت فقط. يمكنك الدخول إليها ومشاهدة الفيديوهات التي تعتبر مشاريع حقيقية لتحقيق الربح. نبدأ الشرح على بركة الله. كما قلنا، هذا هو الموقع الذي سنعمل عليه، موقع ألامي إخواني. إن شاء الله سأشرح لكم الكثير من الفيديو من المواقع الشبيهة لهذا الموقع. بدأت بهذا الموقع نظرا للترافيك الذي يقوم بالحصول عليه من الأنترنت، تقريبا 18 مليون زيارة شهريا، يعني يكفيك وضع الصور هنا وهو سيتكفل بنشر الصور الخاصة بك وتحقيق الأرباح. طريقة التسجيل إخواني في هذا الموقع، يكفيك الدخول إلى موقع أعلامي هكذا وتضغط على أكسبت. أنا تعمدت أن أريك طريقة تسجيل لأنك إذا تركتك في الموقع لن تعرف طريقة التسجيل. يكفيك الضغط على السال من هنا إخواني أو التوجه إلى الأسفل، ستجد أنه يقوم بوضع صفحة اسمها become contributor. تضغط على open لهذه الصفحة وتقوم بفتح حساب في هذا الموقع بالضغط على التسجيل become contributor هكذا. تقوم بتقديم المعلومات الخاصة بك، مثلا أي شيء تريده هنا، وتملأ تضع الإيميل الخاص بك هنا. ستملأ البيانات كما تشاهدون، باسورد، رقم الهاتف، وأين تقطن. هنا تختار I am photography وعلم على كل هذه الخيارات. هنا كل شيء جيد، ثم آخر خيار واضغط على become contributor. هنا ضع أي شيء إخواني، هنا ألجيريا لا يهم. هنا كل شيء جيد، ثم ضغط على become contributor، سأضغط على السيف. بعدها سيحولك إلى هذه الواجهة. تبدأ مباشرة في وضع الصور get start. هنا تخبره أنك تريد وضع كل هذه الصور، لأنك مع مرور الوقت تستطيع وضع أي شيء تريده. تضغط على هذا الخيار، ثم هنا في أول تسجيل لك سيطلب منك ثلاث صور. هذه الصور إخواني سيقوم بقبولها، إذا قمت باختيار صور جيدة سيتم قبولك وتبدأ في وضع الصور وتحقق الأرباح. نحن هذه المرحلة سنقوم بالتوقف هنا ونتوجه لكيفية إنشاء الصور. هنا إخواني سأترك لك الموقع الأول والموقع الثاني. موقع إخواني ليوناردو AI من أقوى المواقع لإنشاء الصور إخواني بالذكاء الاصطناعي. أيضا موقع إيديوغرام لا يقل أهمية عنه، فهو موقع قوي. يكفيك إنشاء الصور باستخدام برومت خاصة أو طلب شيء خاص وهو سينشئه لك، أو التوجه إلى شات جي بي تي وإخباره أنك تريد بيع صور في إحدى المواقع وتحتاج برومت تكون قوية، وبالتالي لكي تعزز أو تضاعف الربح الخاص بك. هنا مثلا إذا ضغطت على الإنمي ستجد صور الإنمي، إذا ضغطت على 3D ستجد أنها متوفرة. إذا ضغطت على هذا الخيار top our top today top of this week، يعني أفضل صور في هذا الأسبوع. هنا all ستجد الصور التي حققت شيء جيد. هنا my image وهنا explore. هنا شاهد هذه الصور الاحترافية، تستطيع البحث مثلا في الديزاين إذا أردت إرسال الديزاينات، إذا أردت الإنمي وحمل الصورة التي تريد أو قم بإنشائها. نفس شيء ليوناردو إخواني، شاهد فيوتشر جيد، إذا أردت البحث هنا وأخذ الصور فقط يمكنك ذلك. فقط ستقوم بالنزول من هنا وستشاهد الصور التي يقوم ب
وضعها مثلا هذه الصورة، إذا ضغطت عليها إخواني شاهد هذه الصورة إخواني، تستطيع نسخ هذا البرومت وتوجه إلى إيديوغرام وضعه هنا، وتشاهد أنه سيقوم بإنشاء لك شيء قوي أو صورة قوية. يعني تستطيع أخذ البرومت من إيديوغرام من ليوناردو ووضعه هنا، أو العكس تماما إخواني، تستطيع أخذ الصور من موقع إيديوغرام ووضع البرومت الذي تريد في ليوناردو AI. هنا مثلا سأختار أحد الصور وأخذ، قم بأخذ All، قم بأخذ الصورة مثلا هذه، كلها صور جيدة، لن تجد ما تختار هنا، قمنا بضغط على Generate، ونشاهد فهو يقوم بإنشاء الصور، تضغط على View Profile ستجد الصورة الخاصة بك هنا، قام بإنشائها إخواني. هنا شاهد هذه الصورة، إذا ضغطت ستجد أنها توجد أربع صور، هذه الصورة الأولى، الصورة الثانية، الصورة الثالثة. مثلا سأضغط على داونلود من ثلاث نقاط هنا، وأضغط على داونلود هكذا، تم تحميل الصورة. هنا يمكنك استخدام كانفا إخواني، كانفا لتقوية الصورة إخواني، إذا توجهت إلى كانفا ستجد أنك يمكنك إضافة دقة، خاصة أنني شرحت كيفية الحصول على كانفا برو، أو الضغط على كتابة مثلا إب سكيل هكذا، إب سكيل إيماج، ستجد أنه يوجد مواقع كثيرا بين هذا الموقع مجاني، تدخل إليه وتختار الصورة التي حملتها، مثلا هذه الصورة التي حملتها أنا، وأضغط على هنا، أضغط على أوبن، يتم اختيارها، واستطيع مضاعفة دقتها إلى أربع مرات، يعني مجانا بدون أي تعب. هنا الآن هو يقوم بتحميلها، بعدها أضغط على في أربعة لكي أتحصل على دقة قوية، شاهد هذه الدقة وسنشاهد الفرق هنا، شاهد كيف كانت وكيف ستصبح، يعني كل شيء واضح إخواني، يعني كانت بدون دقة. أضغط على إبسكيل ثم سأنتظر إلى أن تظهر لي داونلود إيماج، أضغط على داونلود، وهنا إخواني سأقوم بتحميل الصورة كما تشاهدون. أيضا أستطيع مثلا اختيار صورة أخرى وتحميلها، ونفس الشيء أقوم بإعادة الكرة إلى أن أقوم باختيار ثلاث صور. عند الانتهاء إخواني تأتي إلى أعلامي والواجهة التي توقفنا فيها، تضغط على براوزر وتقوم باختيار الصورة التي قمت بتعديلها. هنا يخبرك يجب أن تقوم برفع ثلاثة إخواني بالنسبة لتقديمك الأول، نحتاج إلى أن تحتوي جميع الصور على بيانة كاميرا إكس إف صالحة، أنظر كيف صورك المزيد من المعلومات هنا هلب، تستطيع مراجعة الشروط التي يضعها، فقط قم بإضافة ثلاثة وسيتم قبولها، أنا قمت بتجريبها، لكن فقط نسينا شيء مهم هو تغيير اسم الصورة إخواني، تقوم بكتابة اسم الصورة ستجدها هنا في هذه الارتيكل الخاصة بهم. هذا هو درسنا اليوم إخواني، درس بسيط تستطيع تحقيق أرباح لا بأس بها. إن شاء الله في الفيديوهات القادمة سنشرح موقع آخر إخواني، وهو موقع فواب، انتظرونا في فيديو قادم لنشرح لكم كيف ستحققون أرباح من هذا الموقع، نفس الشيء وحققنا منه أرباح لا بأس بها. في الأخير ما علي إلا أن أقول لكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.